بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم هند عصام الفرقة الرابعة. هشرح معاكم النهاردة محاضرة جميلة جدا 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 وصغيرة اوي اوي اوي، وهتفيدنا مش في الكوميونتي بس، هتفيدنا في حياتنا عموما يعني. فما تقلقوش، ما فيهاش حفظ ولا فيها اي حاجة، هو بس ايه شوية تركيز وتفهموا الكلام المكتوب، بحيث ان هو لو جه في الامتحان يعني ان شاء الله نعرف نجاوبه. وكمان اذاكر المحاضرة دي على اساس ان هي مثلا هتفيدكم في حياتكم اليومية بقى، وهتعرفوا واحنا شغالين في المحاضرة يعني ان شاء الله ان هي مفيدة يعني مش في الطب بس. طيب، عايز ابدأ المحاضرة دي بحديث جميل جدا 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 صغير كده بفتتح بيه المحاضرة، عن التايم مانجمنت واداره الوقت برضو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. تمام، اول حاجه عن عمره فيما افناه، يعني عمرنا ده احنا ضيعناه في ايه؟ هل ضيعناه في المذاكره والعمل والعمل عباده، كل اعماله في سير الله عملكم الرسول والمؤمنون، يعني دي حاجه كده. العلم مدون اصلا، يعتبر العلماء ورثة الأنبياء، يعني إنك قاعد بتذاكر، قاعد بتجتهد وسط كتبك وسط محاضراتك، دي كلها حاجات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنكون بنؤجر عليها يعني، وأول حاجة هنتسأل عليها وإن شاء الله نعرف نجاوب. تمام، فيعني استحضروا النية كده إن إحنا بنذاكر وبنتعب وإن شاء الله نؤجر على التعب ده. يلا بينا. أول حاجة بس عايزين ندعي زمايلنا اللي ربنا توفاهم ونقرا لهم الفاتحه في سرنا كده، وقفوا الفيديو وقرا لهم الفاتحه وبعدين نكمل. وقفته، صدق الله العظيم. يلا بينا. هناك زهور لكل وقت وليس لربيع فقط. تفتكروا مثلا، انا عايزه اقول لكم ايه من الجمله دي؟ عايزه اقول لكم اني طالما احنا عندنا عمر معين كم سنه كده هنعيشهم، سواء كانوا قليلين او سواء كانوا كتار، نحاول نطلع الزهور فيهم على قد ما نقدر، نحاول نخليهم مفيدين على قد ما نقدر، نحاول نخليهم منتجين على قد ما نقدر، دنيا وآخرة. يعني مش لازم نستنى الوقت المعين، مش لازم نأخر كل حاجة. يبقى في زهور لكل وقت، ومش في الربيع فقط، يعني مش في وقت معين، انت تقدر في أي وقت في حياتك طالما انت بتتنفس تقدر تعمل أي حاجة انت عايزها. طيب، عشان قطرنا عليكم فليتس ستارت بقى. تمام، طيب احنا هنتكلم عن ايه في المحاضره دي؟ اول حاجه هنتكلم عن مايسس وتروس، اساطير او خرافات وحقائق، عن التايم مانجمنت. طيب هنتكلم عن ايه تاني؟ اوبستكلز تو افكتيف تايم مانجمنت، ايه العوائق اللي بتعوقنا علشان نحقق التايم مانجمنت ده. هنتكلم عن ايه تاني؟ 10 ستيبس تو مانج يور تايم، في 10 خطوات كده هتتعلموا فيها ازاي تمانج يور تايم بتاعكم. تمام، فبالتالي اما تتعلموا يعني في الاخر، كل واحد بقى يحاول ايه، يحاول يشوف ايه الحاجه اللي هو واقع فيها والحاجة اللي هو كويس فيها ويحاول يزودها ويصلح اللي هو وقع فيه. فزي ما انا قلت لكم ان شاء الله تستفيدوا فيها في حياتكم. تمام، يلا بينا. اول حاجة هنبدأها بالمايسس والتروس. طيب، في هنا كده هيبقى فيه الخرافات، وهنا كده هيبقى فيه الايه، هيبقى فيه الحقائق. تمام. اول الخرافة بيقول ايه؟ بيقول ان time management is nothing but common sense، يعني المحاضرة دي بس عايزاكم تكونوا فاهمين الكلام، مش حافظين، ما تحفظوش اي حاجة، انتوا لو فهمتوا الكلام هتروحوا تحلوا ان شاء الله. تمام، طيب فهموا معايا بقى، time management is nothing but common sense، يعني time management ده حاجة فطرية كده، حاجة فطرية كده الانسان مولود بيها، دي غلط طبعا. I do well in school so I must managing my time، انا بجيب درجات حلوة في المدرسة فبالتالي انا بنظم وقتي. لا، ما ممكن اكون قاعد على الكتب بس، ما بعملش اي حاجة في حياتي غير اني قاعد على الكتب بس، لو داخل حد يكلمني اقول له ما تكلمنيش انا قاعد على الكتب، انا مش عارف ايه، لو حد بيحكي لي لا ما تحكيليش انا ورايا حياتي كلها مذاكرة، ده مش مانجر تايم ولا حاجة. طيب ايه تاني؟ قالك it takes all the fun of out of life، يعني اول ما اعمل الجدول بقى ومش عارف ايه، يا لهوي انا هخلص كل ده وانا مش عارف ايه وبتاع، وبحس ان انا مكتئب وحزين اما بعمل جدول وكده، وكل الفرحه اللي في حياتي بتمشي. لا طبعا غلط. تايم مانجمنت اي ورك بيتر اندر بريشر، الناس بقى اللي تقول لك ايه اعمل جدول ايه يا عم استنى قبل الميد بيومين هلمي الدنيا. تمام، وطبعا زنقه الكلاب بترحب بينا يعني، فده غلط طبعا. طب ايه الصح بقى؟ قالك انكريز البرودكتيفيتي، لو انت بتنظم وقتك هتزود انتاجيتك كويسه، تعرف تذاكر وهتعرف تلعب وهتعرف تخرج، تعرف تعمل كل اللي انت عايزه، ريديوس الستريس طبعا، مش هتكون تحت توتر،
ايه تاني؟ قالك امبروف السيلف استيم وامبروف السيلف كونفيدنس عشان هتيجي دلوقتي، اللي هو هتزيد ثقتك بنفسك بقى. الله، انا خلصت كل الجدول ده، انا عملت ده كله بصوت عالي للامام. يعني هيلث اشيف بالانس ان لايف، يعني هحاول اوصل لتوازن في حياتي. ابدا ايه؟ ابقى في اهل، في اصدقاء، في شغل، في خروج كده، بالانس بقى في حياتي. تمام، اعمل اي حاجه انا عايزها. وبرده زي ما احنا قلنا، ان بليف سيلف استيم وسيلف كونفيدنس وثقتي بنفسي وهكذا، ويت هيلب يو ريتش يور جولز، هتساعدك في انك تحقق هدفك. والله انا هذاكر النهارده محاضرتين، وهو اخرج اتفرج على المسلسل الفلاني، وهقابل الصديق الفلاني. انا منظمه وقتي، جه حاجه تانية اقول له لا، انا وقتي ما يسمحش، فبالتالي هحقق اللي انا عايزه. تمام، يبقى تاني مع بعضنا كده نراجع. احنا قلنا التايم مانجمنت نوثينج بات كومن سنس، يعني حاجه بالفطره غلط. ان انت بتعمل اي دو ويل ان سكول سو اي ماست مانجينج ماي تايم افكتفلي، غلط. لان مش لازم يكون ايه، يكون درجاتك كويسه انك بتنظم وقتك. يعني التكس اول ذا فان اوف اوت اوف لايف، غلط، لان هي بتدينا كل الفن اصلا. كفايه شعور بالانجاز. تمام، تايم مانجمنت، اي ورك بيتر اندر بريشر، انا كده كده اصلا بشتغل تحت البريشر، تحت الضغط عادي، مش لازم انظم وقتي ولا كده، غلط. طب امال ايه الصح؟ قالك انكريز البرودكتيفيتي، بيزود الانتاجيه، ريديوس الاسترس، بيقلل التوتر، امبروف السلف استيم، بيزود ثقتك بنفسك والسلف كونفيدنس. تمام، وي هيلب اشيف بالانس ان لايف، يعني بيساعدك انك توصل لتوازن في حياتك وتاشيف يور جول. تمام، حفظ، لا مش حفظ، فهم. تمام. طيب الاوبستكلز تو افكتيف تايم مانجمنت، ايه العوائق اللي بتقابلنا علشان نوصل، انا او انت او انتي، عشان نوصل ان احنا ننظم وقتنا كويس؟ تعالوا كده ما نشوف كل واحد عنده كام عوائق. انكلير اوبجكتيفز، يعني اهدافي مش واضحه، انا مش عارف انا عايز ايه. تمام، ديس اورجانيزيشن، انا اصلا شخص مش منظم، شخص مهمل، شخص عشوائي، عايش حياته كده بالبركه. ان ابيلتي تو سي نو، لو واحده صاحبتي عزه عليا قوي، او لو واحد صاحبي عزه عليا قوي قالت علي معايا المشروع الفلاني، ما اقدرش اقول له لا. تمام، طيب ايه تاني؟ انتربشنز، يعني بفتح التليجرام كتير، افتح الفيس كتير، افتح الواتس كتير، تو ميني ثينجز ات وانس، يعني عايزه اذاكر كل المحاضرات اللي خدتها في الاسبوع في نفس اليوم، ستريس اند فاتيج، بكون تعبان بقى، مش قادره انظم وقتي، مش قادره انتج اي حاجه من الاساس. تمام، دي هي الاوبستكلز للافكتيف تايم مانجمنت وافكتيف اي حاجه في الدنيا، ان هو تعبان ومتوتر مش قادر يعمل اي حاجه. اول ورك اند نو بلاي، انا لازم اذاكر، لازم اذاكر، مفيش لعب، ده مفيش تايم مانجمنت في الحوار ده يا باشا. انت لازم تلعب، لازم نلعب بس في فترات معقوله. تمام، بيريودز اوف ان اكتيفيتي، يعني مثلا ايه، اقول انا مش هشتغل النهارده، او انا هشتغل الساعه، هريح الساعه دي واشتغل كمان شويه، مش عارف ايه، كل دون هيخليك تراكم وبرده مش هتعرف تنظم حاجتك. تمام، كل واحد بقى يشوف هو عنده ايه. نقولهم تاني، انكلير اوبجكتيفز، اهدافك مش واضحه، شوف او لا. ديس اورجانيزيشن، انت شخص مش منظم وشخص عشوائي، شخص ما بيقدرش يقول لا، ان ابيتي تو سي نو، شخص بيرد على اي رسائل او اي حاجه بتجيله انتربشنز، شخص بيحب يعمل كل حاجه في نفس الوقت، تو ميني ثينجز ات وانس، او حتى اللي هو اول ورك اند نو بلاي، هي او حتى ما بيحبش يعمل حاجه اساسا، بيريوس اوف ان اكتيفيتي، او بيكون تعبان وايه ومجهد وما بيقدرش يعمل اي حاجه. تمام، ستريس اند ايه اند فاتيك. تمام، طيب هنتكلم بقى عن 10 steps to manage your time. عندنا كده 10 خطوات، لو عملناهم اي حد كان عنده مشكله في الاوبستكلز اللي فاتت دي، هيحاول يصلح من نفسه في السلايدز الجايه. طيب اول حاجه ايه؟ اول حاجه ست سمارت جول. سمارت جول يعني اعمل اهداف ذكيه، ومش سمارت معنى كلمه ذكيه، لا ده احنا هناخد اس يعني سبيسيفيك، ام يعني ميجرابل، ايه يعني اشيفابل، ار يعني رياليستيك واقعيه، تي يعني تايم بيس. تمام، يعني كل كلمه ليها حاجه وهناخدها. طيب تاني حاجه، set reasonable expectation and remember that no one is perfect، يعني حط توقعات تكون مقبوله، و ايه وطبعا اعرف ان مفيش اي حد بيرفكت، مش لازم توصل ل 100%، ولا اما اوصل ل 100% لا اما مش هشتغل خالص، لا مفيش الكلام ده. prioritize your tasks، يعني خلي المهام اللي انت بتقوم بيها كده ليها اولويه، الاولى فالاقل فالاقل كده. طيب ايه تاني؟ قالك ميك سكيدول، اعمل جدول ونظم نفسك، جيت اورجانيز، خليك منظم. اوفر كام بروكراستينيشن، يعني ابعد عن التاجيل، اوفر كام بروكراستينيشن. تمام، ما تقعدش تاجل بقى وتماطل وكده. طيب ايه تاني؟ تاكل تايم ويستر، اي حاجه بتضيع لك وقتك اقتلها. افويد تيكينج تو ماتش، ما تاخدش كميات اوفر 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 عليك. ايه تاني؟ قالك كونسايدر يور بيرسونال برايم تايم، شوف الوقت، الساعه البيولوجيه بتاعتك، الوقت اللي انت بتكون فيه نشط، الوقت اللي انت بتكون فيه كويس والدنيا معاك فل،
وابدا بقى ذاكر، ابدا نظم وقتك، لا ده الوقت ده بكون فيه مش كويس فهلعب فمش عارف ايه وكده. سيلبريت سكسس يعني احتفل بايه، باي انجاز مهما كان صغير. تمام. يبقى احنا اللي عايزين نعرفه عشان هاخده بالتفصيل كله، عايزين نعرفه بس كده كحاجه كده، اللي هو لو انا مش عندي الحاجه دي احاول اعملها علشان ابلش ماي تايب كويس يعني. تمام. طيب ست سمارت جولز يعني اعمل اهداف ذكيه، وهنعرف دلوقتي اهداف ذكيه اختصارات لايه. ست ريزونبل اكسبكتيشن يعني توقعات معقوله، والله ده انا اخلص المحاضره دي واخرج المشوار ده بس ده في حدود يومي، دي كده بتوقعات معقوله وينفع تتحقق. بريورتايز يور تاسكس يعني خلي لي اولويه، والله المذاكره اول بعدين الخروج. بيكس سكيدول اعمل جدول، والله المذاكره دي هتبقى من الساعه كذا والخروج من الساعه كذا للساعه كذا. جيت اورجانيز خليك منظم وحقق الجدول ده. اوفر كاب بروكراستينيشن يعني اي تاجيل اي مماطله ومش عارف ايه، انا خلاص هاجل بقى المذاكره عشان ماليش نفس واخرج. غلط. تاكل تايم ويستر، اي حاجه بتضيع لك وقتك حاول تتجنبها. افويد تيكينج تو ماتش، ما تذاكرش كتير يعني معاك ساعتين تذاكر محاضره واحده مثلا او على قد ما تقدر. كونسايدر ايه؟ كونسايدر يور بيرسونال برايم تايم، شوف الساعه البيولوجيه اللي انت شغال فيها واللي بتبقى فيها كويس والدنيا فل وذاكر، ما تجيش تقول لي مثلا انا بلبس الساعه 11 انا هذاكر الساعه 11، اكيد لا. سيلبريت سكسس، لو انت ذاكرت وبقيت كويس وعملت كل اللي انت عايزه احتفل يعني اخرج كافئ نفسك. تمام. طيب هاور تو ستارت set goals what is important، ابدا منين، احط اهدافي ازاي، طب ايه الاهم. تعالوا ما نعرف كده شويه حاجات لحياتنا. make your goals smart don't be fake، يعني خلي اهداف، اللهم امين يا رب، خلي اهدافك ذكيه وما تبقاش ايه، ما تبقاش شخص غامض كده مش عارف هو عايز ايه. تمام. set post long term long term goals and short term ones to support them، يعني انا مثلا دلوقتي long term مثلا goals انا عايزه ابقى دكتوره شاطره، short term ان انا اذاكر في المديولات وانجح ان شاء الله. تمام. وبالتالي عاد السنه دي وابقى دكتوره شاطره. ست ديدلاين فور يور جولز، يعني اعمل هدف، اعمل النهايه كده لوقتك، والله انا هذاكر المحاضره دي من الساعه كذا للساعه كذا، ما تسيبش الوقت مفتوح. انتجريت يور جولز سكولز بيرسونال اند كارير، دخل كله في بعضه. يعني مثلا انا مثلا بحب ايه، بحب تخصص مثلا القلب، فجات لي رحله مثلا لزياره ايه مؤسسه مجدي يعقوب، دكتور مجدي يعقوب للقلب وكده، فمنها رحله كترفيهيه ومنها اتعلم منها. انا كده عملت انتجريت ما بين السكول والبيرسونال والكارير، حياتي الشخصيه ورفاهيتي والكارير بتاعي برضو كله بقى متكامل في بعضه. تمام. بيقول لك ايه، realize that goals changes but know which goals to stick to، اتاكد او خليه عندك فكره ان الاهداف بتتغير. انا دلوقتي كنت عايزه ايه، كنت عايزه تليفون. تمام. في الوقت الحالي طيب بعد ما كبرت شويه قلت لا انا مش عايزه تليفون، انا محتاجه سماعه، يعني مثلا ناخد بطنه ومحتاجين السماعه وهكذا، واستغنيت عن فكره التليفون وايه وجبت بدلها سماعه. كبرت شويتين قلت لا ده انا ما كنتش عايزه تليفون فعلا، انا كنت عايزه حاجه فلانيه. فالاهداف بتاعتي بتتغير، ولكن ايه دي اهداف متغيره احتياجاتي وكده يعني، لكن في اهداف ما بتتغيرش. لو ان شاء الله انا عايزه اكون دكتوره شاطره دي مش هتتغير. تمام. يبقى ميك يور جول سمارت، خلي اهدافك ذكيه كده ونعرف يعني ايه سمارت دلوقتي، ما تبقاش شخص غامض مش عارف اي حاجه في حياته. سيت بوس لونج تيرم جولز اند شورت تيرم وان، يعني اهداف طويله المدى واهداف قصيره المدى، تحقق الاهداف الطويله المدى دي. سيت ديدلاين فور يور جولز، ما تسيبش الحياه مفتوحه كده. انتجريت يور جولز سكول بيرسونال اند كارير، يعني دخلوا من الاثنين في بعض، حاول تعمل كل حاجه في نفس الوقت يعني على قد ما تقدر، يعني تستفيد ومن نفس الوقت ترفه نفسك. زي ما قلنا احنا زورنا مؤسسه الدكتور مجدي يعقوب للقلب وكده. ريلايز ذا جولز تشينج بات نو هي ويتش جولز تو ستيك تو، تاكد ان الاهداف بتتغير، ولكن في اهداف لازم تستيك تو، لازم تلتزم بيها او لازم ما بتتغيرش. طيب اول حاجه ست سمارت جولز. تمام. اس ام اي ار تي، اول حاجه اس يعني سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني ايه؟ بريسيس ستيتمنت اوف وات نيدز تو بي اكومبليشد. تعالوا احنا نترجم الاول يعني ايه كلمه سبيسيفيك. كلمه سبيسيفيك دي يعني حاجه خاصه كده، حاجه يعني حاجه بذاتها كده لنفسها مميزه ليها، اللي هو مثلا انا عايز ابقى دكتوره شاطره، انا عايزه ابقى دكتوره شاطره. تمام كده انا بيرسس ستيتمنت اوف وات نيدز تو بي اكومبليش، انا فعلا جمله اعمل جمله انت عايز تحققها واعمل هدف انت عايز تحققه. اكزاكتلي وات ار يو جوينج تو دو، هتعمل ايه، هاو ماتش وين اند هاو اوفن، يعني هتستغرق وقت قد ايه عشان تبقى دكتوره شاطره وكده. تعالوا نتكلم على هدف قصير المدى، انا عايزه اذاكر محاضره الكوميونتي اللي هي تايم مانجمنت. تمام. هعمل ايه، هبدا اذاكرها من الساعه كذا للساعه كذا كده. انا عملت سبيسيفيك جول مميز او خاص بذاته او حاجه محدده. حلو. طيب تاني كلمه اللي هي
ميجرابول. ميجرابول دي يعني ايه؟ يعني هدف يمكن قياسه، يعني مثلا ايه، اجي في الاخر اقول هل انا حققته، ولا وصلت ل 70% من المحاضره، وصلت ل 80، وصلت ل 90، وصلت لقد ايه في المحاضره، ما حققتوش خالص، صفر، وهكذا. قال لك ميجرابول دي يعني ايه؟ كونكريت كرايتيريا فور جادجينج بروجريس هيلب يو مانج اند ايفالويت يور ايه يور جول. يعني اسم مستواك، وبيبقى فيه معايير وحاجات كده بتقيس عليها هل انت فعلا خلصت المذاكره ولا كروت، هل انت عملت انجاز ولا ما عملتش انجاز، ومجرد منظره يعني وكده. تمام، مش رب الحاجه يمكن تقيسها وتعرف فعلا هل انت وصلت لهدفك ولا ما وصلتش. تمام، وبتضحك على نفسك يعني، يبقى سبيسيفيك وايه ومش رب. طب ايه تاني؟ الاي اس ام اي، الاي اشيفبل. اشيفبل يعني ايه؟ يعني اقدر اوصل له، اقدر احققه. اشورنس يور جول فيتس يور ابيليتي، تاكد ان الهدف بتاعك ده مناسب لقدراتك فعلا، وان انت تقدر تعمله فعلا. سمثينج يو كان اكمبلش، حاجه تقدر تحقق. نوت ايزي، نوت ايزي اور تو هارد، مش سهله، تفاهه، مش مناسبه قدرتك، وان انت تستحق انك تعمل حاجه احلى من كده، ومش صعبه قوي لدرجه انك ما تقدرش تعملها. تمام، يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا كلمه اس وام، اس اللي هي سبيسيفيك، وام اللي هي ميجرابل، اقدر اقيسه او اقدر اشوف انا حققت منه نسبه قد ايه وكده. مثلا زي المحاضره دي عليها اسئله، مثلا تعرفوا شوفوا هل انت استفدت من المحاضره ولا لا. الاي اشيفابل، اقدر اوصل لها. الار اللي هي ايه؟ الار فاضل الار والتي. قال لك الار اللي هي رياليستيك، رياليستيك او ريليفنت، يعني ايه كلمه رياليستيك او ريليفنت؟ واقعيه. تمام، بيقول لك ايه؟ بيرسوناليزيشن اوف يور جول سبورتس يور انترستس فاليو نيدز اند تالنتس، يعني حاول تخلي اهدافك كشخصية ليك. يعني انا هند اهدافي مناسبة لهند، هند عايزة تبقى دكتورة شاطرة، ما تروحش مثلا تقعد تذاكر في التاريخ والجغرافيا والكلام ده، لا طبعا. سبورتس يور انترستس فاليو نيدز اند تالنتس، مواهبك واحتياجاتك وكل حاجة، بيرسوناليزيشن ليك انت كشخص. كريتيكال تو ايه؟ تو موتيفيشن، يعني اللي هو حاول على قد ما تقدر ان يكون الاهداف كويسة جدا، ان يكون الاهداف مناسبة لاهتماماتك وتقدر تحفزك. حلو، التي تايم بيز بيجوينج بوينت اند ديدلاينز، يعني بيبقى ليها نقطه بدايه نقطه نهايه. يلا انا اشرح لكم المحاضره دي من الساعه 12 يعني لحد الساعه 1:30 ان شاء الله. تمام، فهو كده ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه. جيت يو ستارتد اند كيب يو اون تراك، بتخليك تبدا، لان اول من البدايه تيجي خلاص الساعه 1 جت يلا بسرعه نذاكر، وكيب يو اون تراك، وخليك مستمر على، لان في وقت معين انت لازم تديدلاين او لازم تنتهي بيه. حلو حلو، يبقى نراجع تاني. احنا قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه الاهداف بتاعتي لازم تكون واضحه، سمارت نوت فيج، يعني مش غامضه. قلنا كلمه سمارت عباره عن اس يعني سبيسيفيك، سبيسيفيك دي ان تكون خاصه الحاجه اللي انا عايزها. وات نيدز تو اكمبلش، ستارت وات يو ار جوينج، تمام، ايه اللي انت عايز تعمله وايه اللي هتعمله. الام دي ميجرابل، يعني تقدر تقيسه. كونكريت كرايتيريا، تقدر تشوف فيها هل انت تقدمت ولا لا، هل انت حققت هدفك ولا لا، وقيم نفسك. الاي دي اشيفابل، يعني اشيفابل دي يعني تقدر توصل لها، تقدر تحققها، مش ايه اشورنس الجول فيتس يور ابيليتي، وتكون مناسبه لقدراتك وهكذا، مش صعبه قوي ومش سهل قوي. الار يعني رياليستيك، واقعيه، ان هي تكون مناسبه لقدراتك واهتماماتك ومواهبك وكده وتحفزك. التي تايم بيز، تكون ليها نقطه بدايه وتكون ليها نقطه نهايه، بتحس ان هي تخليك تبدا وتخليك ايه تكمل على الطريق. تمام، طيب تاني حاجه، طيب يعني ايه بقى ست ريزونبل اكسبكتيشن؟ يعني اعمل توقعات معقوله يا باشا، يعني ما تجيش تقول والله ده انا ايه، ده انا هخلص 50 محاضره بتوع المديول في اليوم، اكيد لا طبعا. ده انا المحاضره دي لازم ابقى فيها، المحاضرتين لازم ابقى فيهم بيرفكت 100%، جيت اغلط مثلا في سؤال وانتم بتحلوا في اسئله المحاضره في الاخر، لا ده ازاي، ده انا مش عارف ايه، لا مش بيرفكشنزم، مش لازم تكون 100%. قالك تو ميني بيبل سبند تو ماتش تايم تراينج تو بيرفكت سمثينج بيفور ذي اكشوالي دو ات، كثير من الناس بياخدوا وقت كتير قوي في حياتهم بيحاولوا ان هم يوصلوا لتارجت 100%. طب لو وصلتش 100% اقعد قاعد في المحاضره 100 مره لحد ما اوصل ل 100%، لا طبعا. بيفور ذي اكشوالي دو ات انستيد اوف، بدلا من ذلك ايه، بدل من انت تقعد تستنى ان انت تبقى waiting for perfection، ان انت تبقى 100% وتبقى بروفيسور في المحاضرة، يعني لا، ابدأ اعمل محاضرة وابدأ اغلط وابدأ اتعلم، run with what you go and fix it along the way، وابدأ اصلح من غلطاتك، وطول ما انت ماشي ابدأ اتعلم. تمام، مش لازم توصل ل 100%، يعني هتوصل في الاخر، بس مش لازم من اول مرة ل 100% لبلاش. تمام، طيب
set reasonable ايه expectation, prioritize your tasks يعني ايه, يعني بيكون في اولويات, اولويات لشغلك تمام. ازاي مثلا؟ يعني اول حاجه what is important and what isn't, ايه المهم وايه اللي مش مهم, ايه اللي ياخد رقم واحد وقد رقم اتنين وقد رقم تلاته, هل الخروج ولا هل المذاكره, what order do things need to be in done in, يعني المذاكره الاول بعدين الخروج, هي هي. طيب ايه تاني؟ قالك once you know what your priorities are, اول ما تعرف ايه هي البريورتيز بتاعتك, اولوياتك وهكذا, محتاج ان انت تخطط وتعمل جدول تمام. مثلا انا هعمل جدول للمديول ده وان تو بلان اوت سكيدول فور ذا سيمستر ذا ويك اند ذا داي, باليوم انا اليوم ده هذاكر كذا واليوم ده هذاكر كذا واليوم ده هذاكر كذا. طيب تمام, هل بقى امشي مع جدول الكليه ولا ما امشيش مع جدول الكليه؟ لازم امشي مع جدول الكليه طبعا, ما اعملش جدول من دماغي. اكنولوجي ذا رياليتيز اوف كوليدج سكيدول تمام. طيب ايه تاني؟ planning may seem hard at first, يعني ممكن التنظيم ده او التخطيط ده او الجدول ده يبان صعب, انا لسه هعمل جدول ومش عارف ايه مذاكر وخلاص, but the more you do it, كل ما تعمل كتير, عارفة اللي هو اما بعمل حاجة كتير بتعود عليها وبعملها في وقت اقل, هو ده, but the more you do it, the easier and more natural it gets تمام. هتبدأ بقى يتحول عمل الجدول ده مش too hard, مش حاجة صعبة للدرجة دي, هيبدأ يتحول لحاجة طبيعية, حاجة بتتعمل عادي خالص تمام. يبقى احنا قلنا prioritize your tasks, شوف ايه المهم اللي مش مهم. تاني حاجة what order ايه هو ترتيب الحاجات اللي انت تعملها وبعدين ما تعملهاش, اللي يستحق الاول وهكذا واللي ما يستحقش بعدين. اعمل جدول للسمستر بتاعك وخليك مناسب للكلية, والتنظيم في الاول بيقول لي معلومة ان التنظيم في الاول بيبقى صعب ولكن بعد كده هتتعود عليه والدنيا هتبقى ايه, والدنيا هتبقى فل تمام. اهو بص احنا عندنا ايه على حسب الجدول ده, كبرت شويه اهو, على حسب الجدول ده احنا كنا نقسمه لايه, نقسمه هنا في حاجات مهمه وحاجات مش مهمه, حاجات مهمه اهي وحاجات مش مهمه, حاجات عاجله لازم تتعمل دلوقتي وحاجات مش عاجله. طيب لو حاجه مهمه, مهمه جدا 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 وعاجله, زي ما عليا امتحان مد بكره تمام, فانا لازم اذاكر, حاجه مهمه اهي, مهمه ان انا اذاكر وعاجله لازم انفذها يا باشا, لازم انفذها. طيب لو حاجه مهمه ومش عاجله, يعني مثلا كان تنظيم الداتا دي, انا عليا دلوقتي حرفيا انا عليا مد بكره تمام. حلو, يعني المثال على مسمى, يعني انا عليا مد بكره تمام, ده حاجه مهمه وحاجه عاجله فانا كان لازم اذاكر دو. طيب كان عليا شويه حاجات كده في الداتا دي انا اعدلها عشان اشرح لكم المحاضره وكده, فانا ايه الحاجه دي كانت مهمه ولكن كانت ايه, ولكن كانت مش عاجله فانا اضطريت اخرها شويتين, يبقى هي كانت مهمه وكانت مش عاجله فانا اضطريت اخرها شويتين دي ليه تمام. طيب لو الديدلاين بتاعي النهارده هيخلص, فهي تعتبر ايه الحاجه دي مش مهمه لاني عليا امتحان, فالامتحان اهم من المحاضره دي تمام, ولكن هي عاجله لازم تتشرح لان الديدلاين هيخلص, يبقى انا كده ايه, يبقى انا كده اعمل ديليجيت, يعني ممكن اخلي حد يعملها لي او اخلي حد يعملها بدالي وابدا انا اشرح ايه محاضره تانية في وقت تاني. طيب لو كانت مش مهمه ومش عاجله زي الخروج مع زمايلي وكده, لا حذفها من قاموسي خالص ديليت تمام. يبقى على حسب, لو حاجه مهمه, حاجه مهمه important وurgent تاخد حرف الايه, عاجله لازم انفذها حالا دو. طب لو حاجه مهمه بس مش عاجله ممكن اخرها شويتين لحد ما ايه, لحد ما تبقى عاجله او لحد ما يبقى جه وقتها يعني. طيب دي تاخد ايه, تاخد البي دي ليه, اخرها شويتين. طيب لو كانت حاجه مش مهمه ولكن عاجله, ممكن اخلي حد يعملها لي اللي هي ديليجيت, تاخد سي. طب لو كانت حاجه مش مهمه ومش عاجله, لا احذفها من قاموسي خالص اللي هو ايه, اللي هو ديليت تمام. طيب هنبدا ناخدهم تاني بصوره اوضح, الايه بريورتيز, الايه لو كنتوا فاكرين ان هي كانت ايه, كانت مهمه وكانت ايه وكانت عاجله تمام, وانا كان لازم ادو لازم انفذها. طيب البي بريورتيز لو تفتكروا ان هي كانت مهمه ولكن مش عاجله, مهمه بس ايه, بس مش عاجله. طيب السي اللي هي دي الجيت اللي انا البي دي اللي انا اخرتها, السي دي اللي انا ايه خليت حد يعملها لي, كانت مش مهمه ولكن ايه ولكن عاجله. اما الديليت دي مش هنتكلم عليها لان انا كده ايه حذفتها من قاموسي. طيب طالما هنتكلم عن ايه بريورتيز, هنتكلم عن حاجه عاجله جدا, امتحان, محاضره الديدلاين بتاعها هيخلص, برزنتيشن اللي عشان اشتغل في شركه معينه او في مستشفى معينه ومديني ميعاد, ولو الميعاد خلص مش هشتغل تمام. طيب هو بيقول لك ايه, ان ده بيكون المحاضره اللي الديدلاين بتاعها هيخلص, او المهمه او اسمه ده الميد او الامتحان يعني اللي هو بكره مثلا او حاجه, دي حاجه عاجله ومهمه جدا. طيب سبورت الونج تيرم جول, لو انا مثلا بكلم عن الامتحانات وكده, فانا لو نجحت في الامتحانات دي هبدا اعدي السنه, وما اعدي السنه هبدا ايه, هبدا اوصل ان انا ابقى دكتوره شاطره, فده بدعم اللونج تيرم جول بتاعي. طيب المحاضره اللي الديدلاين بتاعها هيخلص النهارده دي بتسبورت اذرز يور كويز تمام, بتساعدكم تمام, وبتساعد زمايلي اللي اصغر مني وهكذا. طيب
برزنتيشن مثلا مديني ميعاد محدد وقلنا لو ما حضرتش هسقط، دي كلها ايه بريورتيز. طب عشان تتاكد هل هي ايه بريورتيز ولا لا، اسال نفسك سؤال: وات ترابل ثينج وود هابن اف اي didnt دو ذس توداي؟ ايه اللي هيحصل يعني لو انا ما ذاكرتش هسقط؟ ايه اللي هيحصل يعني لو انا ما شرحتلكوش المحاضره دي؟ ممكن ما تفهموش. ايه اللي هيحصل يعني لو انا ما رحتش البرزنتيشن؟ مش هتوظف. تمام. قالك اونلي توب بريورتيز جيت ايه كاتيجوري، يعني اللي هي الطب بس والحاجات اللي هي سوبر يعني هي اللي بتاخد ايه بريورتي. طب بي بريورتي دي زي ايه؟ بعض المكالمات، سم كولز، بعض التخطيط لحاجات معينه، امتحان لسه الشهر الجاي. تمام. دي بنقول عليها بي بريورتي، دي بتكون حاجات ايه، حاجات مهمه بس مش عاجله، لسه الشهر الجاي، هي عباره عن حاجات مهمه امبورتنت ولكن مش عاجله، نوت ايرجنت. طيب من ذا كونسيكونس فور نوت دوينج ذس، يعني مش هيحصل كارثه يعني لو انا ما ذاكرتش لسه الامتحان الشهر الجاي، يعني مش هيحصل كده لو انا ما ذاكرتش النهارده، العواقب هتكون بسيطه. تمام. قال لك some may be unhappy or inconvenient، يعني هتكون يعني حاجات حزينه نتيجه حاجه، مش هبقى راضي عن نفسي، مش هبقى قانوع وراضي عن نفسي، مش هبقى سعيد وهكذا. طب ايه تاني؟ قال لك التايم ويستنج بيريود يوجوالي الفيت تو اي اور دروب تو سي. انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي امتحان الشهر الجاي، فممكن الدكتور فجأة كده يقوم جاي قال ده الامتحان الاسبوع الجاي، يبقى هو كده بقى ايه بريورتيز. تمام. تمام. ممكن الدكتور يقول الامتحان معلهوش اي درجات اصلا، يبقى هو كده بقى سي بريورتيز، بقى مش مهم. حلو. حلو. يبقى هو ممكن بي بريورتيز تطلع ايه او تقع سي. نيفر دو ابي تاسك وين ذير از ا تاسك ذات ذا نيد تو بي فينش، يعني ما تعملش البي تاسك يعني الا اذا كان عندك ايه عايز تخلصها، مثلا اعمل الايه الاول. يعني انا دلوقتي عندي امتحان بكره وعندي مكالمه واحد من زمايلي وحشني، اعمل ايه الامتحان اللي بكره؟ طبعا ما اعملش نيفر دو ابي تاسك اللي هي مكالمه زميلك وين ذير از ان ايه تاسك اللي هو الامتحان. تمام. تمام. يبقى تاني احنا قلنا الايه، الايه بريورتيز يعني هي عباره عن حاجه زي الامتحان بكره او الشرح المحاضره الديدلاين بتاعها يخلص او مقابله. تمام. فهي حاجه مهمه وعاجله وبتدعمني في لونج تيرم جول. تمام. ان انا هبقى دكتوره شاطره لو عديت من الامتحان ده، وان انا لو شرحت لكم المحاضره هساعدكم مثلا سبورتس اذرز يور كويز. واسال نفسك سؤال ايه، ايه اللي هيحصل لو انا ما عملتش دون؟ والحاجات الطب بس هي اللي بتاخد ايه كاتيجوري. البي، البي دي مكالمه واحد من زمايلي، تخطيط لحاجه معينه، امتحان الشهر الجاي، امتحان الشهر الجاي ممكن يبقى الاسبوع الجاي بقى كده طلع لايه بريورتي، او ممكن يبقى اتاكل خالص يبقى كده سي بريورتي. طبعا ما تعملش اي بي تاسك اذا كان عندك اي تاسك لسه ما تنفذتش، ولو ما عملتش بي تاسك اللي هو ما كلمتش حد من زمايلك وحشك او كده هيبقى في ميلد كونسيكونس، عوائق بس بسيطه يعني مش اللي هو كارثه. وبي بريورتي دي طبعا حاجه مهمه ولكن ايه زي الامتحان اللي هو بتاع الشهر الجاي ده، ولكن مش عاجله لسه الشهر الجاي. طب سي بريورتي؟ قال لك لا مش مهمه، not important not important. بصوا يا شباب سوري على الغلطه، سي بريورتيز اهي، سي بريورتيز اللي هي not important، دي مش دي، دي سي، not important و urgent او not important و not urgent. تمام. مش مهمه وعاجله او مش مهمه مش مهمه ومش عاجله، يبقى اي حاجه مش مهمه بنديها سي، اي حاجه مش مهمه بنديها ايه، بنديها سي. تمام. سوري. طيب اهو قال لك سي بريورتيز نوت امبورتنت اور ارجنت، يعني مش مهمه ومش عاجله، وساعات بتكون ايه مش مهمه ولكن عاجله. تمام. نوت سيكونس فور نوت دوينج ذس، لو ما عملتهاش مش هيحصل اي حاجه، زي ما واحد مثلا طلب مني تيجي تتمشى معايا شويه، تيجي تلعب معايا جيم، تيجي تلعب تيجي مثلا نفتح فيس ونتشات ولا حاجه، دي كلها حاجات ايه هيبقى نايس تو دو، هيبقى كويس جدا مني ان انا اعملها. تمام. طيب ازاي تكون عاجله؟ يعني مثلا يكون واحد مثلا عايز اتمشى معاه وهو مش متاح لي غير الساعه دي بس، فهي عاجله، انا لازم لو انا اخدت قرار اخرج حاليا تمام. لو عدت الساعه دي يبقى خلاص انا كده كاني ما عملتش اي حاجه. تمام. هي ممكن تكون كلمه ايرجنت في دي، يعني اي حاجه مش مهمه نديها ايه، نديها سي، نايس تو دو ات، زي الالعاب وزي التمشيه وزي ما اعرف حد طلبه مني وهكذا. ميك سكيدول، يعني اعمل جدول. بص اول حاجه set your ايه، set your semester calendar، يعني شوف بقى هتمتحن امتى وعليك ميد امتى وعليك فاينل امتى وايه الجدول بتاع الكليه وهكذا. بلوك اول امبورتنت سيت تايم اوبليكيشن، وانت بتعمل جدول يعني عندك مثلا ايه، عندك مثلا وقت بتحضر فيه سكيشن، حضور اجباري لازم تحضر، ده بلوك ما ينفعش تدي في ميعاد لواحد زميلك، ما ينفعش تدي فيه مذاكره ليك لان ده بلوك، ده مقفول. تمام. هي ايه، هي الثالثه دي اللي هي بلوك اول كلاس اند لاب تايمز اللي هو وقت السكيشن وقت المحاضرات وهكذا. يو كان ميك دايلي ويكلي مونثلي ييرلي سكيدول، ممكن تعمل جدول يومي، ممكن نعمل جدول اسبوعي، جدول شهري، جدول سنوي، عادي براحتك. تمام. لوك ات سايلابس،
فرصه كلاس كديول، يعني ببص على جدول الكليه بتاعي، بعد ما ابص على جدول الكليه بتاعي بعلم على ايه؟ بعلم على الاكتيفيتيز، بعلم على الاكتيفيتيز او البروجكتس بتاعتي اللي انا هعملها، بعلم على الاكزامز ومواعيد الامتحانات، يعني بشوف كده الوقت اللي هو متشال من حياتي. تيك تايم فور يور ايه سانتي، وبرده ايه بحط وانا بقوم، وانت بتعمل جدول لازم تحط وقت للراحه العقليه بتاعتك. يبقى انا بعمل جدول، نتخيل كده ان ده جدول، هعمل ايه؟ اول حاجه مواعيد الامتحانات طبعا مقفوله خط احمر، لو انا عندي نشاط او عندي حاجه معينه بعملها او مشترك فيها مقفوله خط احمر، تمام. ممكن اعمل جدول يومي، ممكن اعمل جدول اسبوعي في وقت راحه خط احمر، مواعيد استكاشن مقفوله خط احمر، تمام. والباقي بقى كده ايه، ابدا اوزع وقتي بقى وابدا اعمل تايم مانجمنت، عشان ما اجيش احط وقت في حاجات انا بيكون عليا فيها التزامات وبالتالي هفشل، تمام. فدي طريقه صحيحه لايه؟ لانك تعمل تايم مانجمنت كويس، تمام. ميك سكيدجول، تمام. جيت اورجانيز، لازم تكون منظم. ميك يو تو دو ليست، يعني نعمل قائمه كده وشوف انت مثلا انا هعمل 1 2 3 4 كذا، تمام. يوز يور ويتنج تايم اون بابليك ترانسبورتيشن از ا دكتور اوفيس ويتنج فور يور بلان اون هول وين يو ار ايرلي، يعني اي وقت مواصلات انت قاعد فيه، قاعد في مستني دكتور ومش عارف ايه، وعايز مثلا تقرا كتاب، اللي قرا كتاب ده مهم ولكن مش عاجل، فبالتالي اعمله بقى في الوقت ده، تمام. ابعت شات مع زمايلك، اقرا كتاب، راجع مش عارف حاجه مهمه ولكن مش عاجله الوقت، يعني استغل وقت فراغك يعني من الاخر. استدي ات ذا سيم تايم ايتش دي، يعني انا بصحى من النوم بعمل كوبايه كوفي ميكس او بعمل كوبايه قهوه وببدا اذاكر، اعمل كده كل يوم عشان تبقى عاده ليك. ديفايد ستادي تايم انتو مانجبل بارتس، يعني قسم وقت مذاكرتك، والله الساعتين دول هذاكر المحاضره دي بريك، الساعتين دول هنزل مثلا شويه بريك، هرجع اذاكر تاني بريك، كده قسمهم ليه مانجبل بارتس. ليف اكسترا تايم ات ذا اند، والله في ساعتين كده في الاخر كده انا سايبهم كده، ليه بقى؟ لان لو حصل اي مشكله او حصل اي ظرف طارئ تمام، ايمرجنسي، يعني ابدا استغل الساعتين دول بداله. انا سايبهم ايه؟ احتياطي، يعني عامله زي الاحتياطي. يبقى اول حاجه اعمل تو ليست 1 2 3 4 في اي وقت انتظار، وقت المواصلات، وقت طياره، ومش عارف ايه، ابدا اقرا، ابدا اعمل الحاجات اللي هي امبورتنت ولكن مش عاجله، نوت ايرجنت. قسم وقت مذاكرتك ليه مانجبل بارتس، اجزاء 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 اجزاء، عارفه زي الصخره كده بتتقسم لاجزاء، طبعا بتبقى احلى وبتتعمل. ليف اكسترا تايم ات ايه؟ ات اند، يعني سيب وقت فراغ او وقت اضافي في الاخر علشان تقدر ايه تعمل فيه اي حاجه وقعت منك، تمام. overcome procrastination، يعني حاول تتغلب او حاول تتخلص من التأجيل. تعالوا نشوف ايه الحاجات بقى الايه، ايه الحاجات اللي احنا بنعملها غلط ولازم نصحها. قالك don't postpone، لا تؤخر، هي كلمة procrastination، يعني هي كلمة postpone، تمام. طيب بيقولك الفورمز اوف procrastination، قالك ignoring the task hoping it will go away، واحد بيأجل، واحد يعني مثلا عليه محاضرة يقولك لا هي كده كده ايه هتفرج من عند ربنا وهتذاكر نفسها يعني من عند ربنا كده ومش مش مهم اذاكرها، تمام. هوبنج ات ويل جو اوي، اندر استيميتنج هاو لونج ات ويل تيك، هيقول ايه ده انا هذاكر المحاضره دي في نص ساعه فتاخد منه وقت طويل فيحلف ما هو مذاكر تاني، او حتى يقول انا هذاكر المحاضره دي في 3 ساعات فيضيع كل وقته في المحاضره دي. اوفر استيميتنج يور ايه يور ابيليتيز. طيب تيلينج يور سيلف ذات بور بيرفورمانس از اوكي انسيستنج اون بيرفكشن، يعني ايه؟ يعني يقول له يقول لنفسه ان ايه، انا لو ذاكرت المحاضره دي 10% ها كويس احسن من ما فيش، يا بنتي يا هند ده انت ما بتذاكريش اصلا، تمام. فبالتالي ايه ولا كاني عملت اي حاجه، او حتى اقول ايه ده انا لازم اوصل ل 100%، لازم ابقى من اوائل الدفعه لا اما مش مذاكر. doing something else that isn't very important، اقول مثلا اروح اذاكر الالكتيف، هروح اذاكر حاجه كده تافهه مش علاقه بالموضوع اصلا. believing that repeated minor delays won't hurt you، يقول ايه ما رايح لربع ساعة، خلصت ربع ساعة، طب ما رايح نص ساعة كمان مش يعني مش هتأثر، يعني نص ساعة أنا معايا 12 ساعة ذاكر فيهم مش هتأثر النص ساعة، فده هتأثر طبعا. توكينج أباوت راذر ذان دوينج إت، أنا هذاكر وهذاكر 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 وهذاكر، اعمل، لا مش هعمل، أنا بتكلم بس. توكينج أباوت راذر ذان إيه؟ راذر ذان يعني وليس دوينج إت، تمام. بوتينج أول يور ورك أون ون أو أن أونلي ون بارت أوف ذا تاسك، يعني أركز على محاضرة واحدة بس وتاني قاعد شغال فيها طول اليوم. بيكومينج بارلايز هون هافينج تو ميك تشويز، ده واحد بقى أصلا بيبقى مشلول، يعني بيكون بارز مش فكره مشلول، لا فكره ان هو بيعرفش يتخذ قراراته اساسا، ما يعرفش يذاكر هيذاكر امتى، ما يعرفش هيلعب امتى، ما يعرفش ينظم وقته، ما يعرفش ياخد قرارات، متردد، تمام. يبقى ايه هي الفورمز اوف البروكراستينيشن؟ ان انا اجنور التاسك هوبنج ات ويل جو اوي، والله تتحل من عند ربنا بقى. ان انا اندر استيميت هي تاخد قد ايه، يعني اقول مثلا نص ساعه وهي تاخد اكتر من كده فتشائم، او حتى اوفر استيميت وضيع وقتي. تيلينج يور سيلف ذا بور بيرفورمانس از اوكي، والله 10% من المحاضره حلو، او حتى لازم اطلع من اول الجمهوريه لا مش هذاكر. دوينج سمثينج else that isn't very important، راح اذاكر الالكتف. believing that repeated minor delays اقعد اريح شويتين 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 مش هيضرني في حاجه، يعني talking about اتكلم وما تعملش.
putting all your work on only one part of the task، يعني حط كل شغلك في 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 حاجة واحدة، ذاكر محاضرة واحدة طول اليوم، تمام؟ ودي لسه عاملاها قريب، يعني احنا لازم نعدل من تصرفاتنا. becoming paralyzed when having to make a choice، واحد ده مشلول، يعني ما بيعرفش ياخد قراراته، متردد، لازم اي حد ياخد له قراره، تمام؟ فده طبعا ايه؟ ده طبعا غلط. طيب 7 تاكل تايم ويستر، يعني حاول تقتل من مضيعات الوقت. ايه اكتر حاجه بتضيع لنا الوقت؟ بيقول لك ان اكتر 6 حاجات بتضيع لنا الوقت: الفراغ على التلفزيون، ودلوقتي يعني التليفون، بروكراستينيشن، انك تقعد تاجل وتماطل، انك تقعد تقول يس يلا نخرج، يس يلا نعمل، يس يلا مش عارف ايه، يس بيرفكشنزم، ان انا لازم اوصل ل 100%، مالتي تاسكينج، ان انا لازم اعمل كل حاجه في نفس الوقت، وورينج ان انا قاعد قلقان. القلقان ده بيكون اصلا حاجز سايكاتري، حاجز نفسي كده بيخليش الشخص ينجز اي مهام، تمام؟ يبقى حاول تقتل من مضيعات الوقت، تمام. في كمان حاجات مضيعات الوقت برضو، قالك تعالوا ما نقراهم. قالك ايه؟ waiting for inspiration، انا مستني والله مش هشتغل غير ما حد يحفزني ويقول لي عاشي اشتغل كتكوت وكهكذا. worrying about what people will say، طب يا ترى الناس هتقول ايه عليا؟ يا ترى انتوا ما بتسمعوا المحاضره دي هتقولوا عليا ايه؟ يا ترى مثلا في التقييم الاتش ار هيجي لي سلبيات كتير ولا لا؟ مش عارف ايه ده، طبعا حاجات هتعاقني ان انا اعمل المحاضره، تمام. complaining كل شويه عمال اشتكي واصيح واشتكي واصيح واشتكي واصيح. عشان كده حاول تقلل من الناس اللي هي بتصيح كتير ومش عايزه تشتغل، تمام. الناس اللي بتصيح بتعبر عن نفسها وبرده يعني متفائله ان هي هيبقى في احسن وان هي هتحاول على قد ما تقدر، دي ماشي، الناس دي كويسه بتحاول تحل المشاكل. لكن الناس اللي بتصيح مش عايزه تشتغل، لا دي ابعد عنهم. try to please everyone، يعني ابعد على انك تخلي الناس ما تحبكش، حاول على انهم يكونوا بليز، يعني يكونوا مسرورين منك، مسرورين من شغلك وهكذا، انك شخص مجتهد، انك تكون قدوه للناس، انك تحاول تعمل تايم مانجمنت عشان تكون قدوه لاولادك، قدوه لاخواتك. comparing yourself، يعني وبرده كل حاجه لها حدود، يعني مثلا عندي بليز ايفريوان، يعني مثلا ايه؟ لو انا مثلا عايزه اخلي الناس تبقى فرحانه ومبسوطه مني ان انا تايم مانجمنت ويحاولوا يقلدوني وكده، دي حاجه كويسه. طيب امتى تكون البليز ايفريوان ده تايم ويستر؟ ان انا بقول بعمل اي حاجه ما يقولوا عليها، يلا ممكن ده تعملي لي سوفت وير للتليفون ده وانا مش فاضي اعمل لك عشان افرحك. لا مش لازم اقعد افرحك، لازم ايه؟ نفسك اهم حاجه، تمام. الاولويات مش لازم تسعد كل شخص. كومبيرنج يور سيلف، المقارنه برده وحشه وهتاكه، تمام. انك تحاول تقع في او انك تقع في الغلط اللي انت وقعت فيه. ريبيتنج ذا سيم ميستيك. بيرفكشنزم، انك توصل ل 100%، دي حاجه برضو مش كويسه. ليك اوف بريورتيز، ان ما يكونش عندك اولويات. ذا فير اوف فيلير، خوف من الفشل لدرجه انك مش عايز تشتغل عشان ما تفشلش. لا اشتغل وافشل وتعلم وتوجع، تمام. هنتوجع وهنتعلم. وكان خلقنا الانسان في كبد، يعني ما فيش راحه، في وجع على طول وفي تعلم. كل ما انت بتتوجع اتاكد على فكره انك ماشي في طريق صحيح. not living your life، يعني ايه؟ يعني مش عايش عيشتك، يعني بنعيش بالامكانيات اللي معانا، بنفضل نقارن نفسنا بغيرنا وبنفضل نعيش عيشه غيرنا ومش عارف ايه. تخيلوا مثلا احنا لو في طب القصر العيني كان زمان الشرح سوبر ستار، وكان زمان مش عارف ايه، واقعد ارغي كده وما ذاكرش، تمام، ولا حتى هستفيد بشيء، هبقى صفر، يعني ما حصلتش حتى طب بنها، تمام. فلا حاول على قد ما تقدر، حاول على قد الامكانيات اللي معاك. يبقى تاني waiting for inspiration، مستني حد يلهمك؟ لا طبعا ما تستناش. worrying about what people will say، هيقولوا ايه على المحاضره بتاعتي دي؟ هيقولوا ايه على مذاكرتي؟ هيقولوا ايه على درجاتي؟ complaining، اقعد اشتكي كتير وما تذاكرش، حاجه مش كويسه. trying to please everyone، حاول تسعد اي شخص بالسلبي، اسعده بالسلبي، تمام، وتضيعي وقتك وكده. comparing yourself، تقارن نفسك، هي not living yourself، مش عايش عيشتك، تمام، وبتقارن نفسك بغيرك. repeating the same mistakes، بتقعد تعمل نفس الاخطاء. perfectionism، اللي هو عاوز توصل ل 100%. ليك اوف بريورتيز، مفيش اولويات عندك. الفير اوف فيلير، خوفك من الفشل بيخليكش تنجح اساسا. not living your ايه؟ اللايف اللي احنا قلنا عليها. طيب 8 افويد تيكينج تو ماتش، يعني تجنب انك تاخد كميات كبيره من المحاضرات وهكذا. learn how to say no when you don't have time، يعني ما عندكش وقت تقول والله انا مش عندي وقت وعندي امتحان بكره ومش هقدر ايه اقعد اتكلم معاكي او كده، تمام، او مش هقدر اسمعك. have a self discipline، يعني عندك انضباط، عندك التزام، والله انا عندي من الوقت ده للوقت ده محاضره لازم تتذاكر، يبقى خلاص اي حاجه تانية ستوب. خروج مش عارفه عندي من الوقت ده لازم اقعد مع اهلي، خلاص اي حاجه تانية ستوب، تمام. الديسيبلاين ده اللي هو الانضباط،
ليرن تو ديليجيت شير وورك ليت اذرز هيلب، يعني حاول تخلي الناس تساعدك، مش لازم تكون انا بعمل كل حاجه لوحدي، انا بعتمد على نفسي، انا مش عارف ايه وشايل العبء كله على كتافك وكده عشان تبان قوي ومش عارف ايه. لا، الحياه كلها مشاركه والحياه تعاون. حاول انك تخلي حد يعمل لك حاجه، مثلا لو في وقت انت جاي على مصلحتك او كده وزميلك هيساعدك خليه يساعدك عادي خالص، مش ضعف منك والله، ده هي الحياه مشاركه. شير وورك ليت اذرز هيلب، تمام؟ طيب يبقى احنا ايه، ما ناخدش كميات كبيره، لو في امكانيه ان حد يساعدنا نخليه يساعدنا عادي، ونقول ايه، ونقول نو لاي حاجه هتقتلنا او هتقتل وقتنا. كونسايدر يور بيرسونال برايم تايم، يعني شوف الساعه البيولوجيه بتاعتك، يعني شوف ايه اكتر وقت انت بتبقى مركز فيه اما تصحى. اما تصحى من النوم مثلا خلاص ذاكر في الوقت ده، مثلا بالليل بيكون مش بالليل مثلا مش بتكون فايق قوي، خلاص مش مهم تذاكر في الوقت ده. اخرج مثلا، قسم وقتك على حسب الايه، على حسب البيرسونال برايم تايم اللي هو الساعه البيولوجيه بتاعتك. في ناس بتحب تذاكر بالليل، في ناس بتحب تذاكر الصبح، تمام؟ يبقى على حسب وقتك مش على حسب غيرك. طيب 10 سيلبريت سكسس، اللي هو حاول تحتفل بالنجاح، لو حققت اي انجاز حاول على قد ما تقدر اللي هو كافئ نفسك، دلع نفسك، مثلا عليك مذاكره كبيره اشتري لنفسك شيبسي، اشتري لنفسك كنز، اشتري لنفسك اي حاجه انت بتحبها، اخرج اتفرج على حاجه بتحبها، مش عارف ايه، كافئ نفسك، مش لازم كله شغل 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 شغل. Enjoy your time as a graduate student، يعني حاول تستمتع بوقتك كانك خريج واللي هو اتخرجت وخلاص، اللي هو ربنا يوعدنا ويعينكم يعني. طيب قبل ما نحل الام سي كيو بقى، تعالوا بينا نرجع للمحاضره من اول وجديد ونحاول نراجع كده ان شاء الله النقط المهمه. نبدا تاني، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا بقى نراجع محاضره الايه، التايم مانجمنت، توكلنا على الله. طيب اول حاجه احنا هنتكلم عن ايه، هنتكلم عن مايسس وتروس، شويه حقائق وشويه خرافات. تاني حاجه هنتكلم عن اوبستكلز تو افكتيف مانجمنت، تايم مانجمنت، عوائق بتقابلنا في ان احنا نعمل تايم مانجمنت وان احنا ننظم وقتنا. اخر حاجه 10 ستيبس تو مانج ايه يور تايم، يعني 10 ستيبس علشان نحقق ايه، نحقق توازن الوقت بتاعنا، تمام؟ ونحاول ننظمه على قد ايه، على قد ما نقدر. طيب ايه هي المايسس وايه هي التروس؟ قالك المايسس اللي هي الخرافات، ان التايم مانجمنت از ناثينج بات كومن سنس، ان هو بالفطره، تمام؟ انا بعمل كويس في المدرسه فبالتالي انا بنظم وقتي. التكس اول فاين فان اوف اوت اوف لايف، يعني بيشيل المتعه، تمام؟ بيشيل المتعه ان انا اقعد انظم وقتي وكده. واخر نقطه ان انت بتعمل كويس في الايه، في تحت ضغط، فبالتالي مش محتاج ان انت تنظم وقتك. طب ايه الحقائق؟ ان هو بيزود الانتاجيه وبيقلل التوتر وبيزود سيلف ستيب اللي هو الثقه في النفس، وبيساعدك انك تحقق توازن في حياتك، وبرده ثقه بيساعدك لو نظمت وقتك هتبقى عندك ثقه بنفس جميله جدا جدا، وتحاول على قد ما تقدر ان انت ايه، ان انت تريتش يور جولز وتوصل لهدفك. طب ايه هي الابوستكلز اللي انا احقق التايم مانجمنت وانظم وقتي؟ ان انا مش عندي اهداف، ان انا ديس اورجانيزيشن مش منظم، ان انا مش عارف اقول لا لاي حد، فبالتالي انا مش عارف احقق وقتي ووقتي بيضيع من كتر ما انا بساعد الناس وخلاص، مقاطعات وبرد على المكالمات والرسائل ومشتتات، بعمل حاجات كتير في نفس الوقت او ستريس وفاتيج، يعني انا تعبان اصلا ومش قادر ان انا انظم وقتي او قادر اعمل اي حاجه، او حتى بكون بشتغل خالص وما بلعبش. ده كله عوائق ضد الايه، ضد التايم مانجمنت. او حتى بيريودز اوف ان اكتيفيتي، يعني بيجي لي فترات كده اقوم جاي انا مش شغاله، انا هاجل، انا مش عارف ايه وهكذا. طيب 10 ستيبس تو مانج يور تايم، في 10 حاجات عشان تمانج يور تايم، ان انت تعمل اهداف واضحه وذكيه، عشان بقى ما نخشش نقولها، يعني الاس هي عباره عن سبيسيفيك، ان الاهداف دي تكون متخصصه، انت عارفها حاجه مميزه كده، حاجه محدده يعني. الام ميجرابل، ان يبقى في كرايتيريا اقدر اقيس عليها الاهداف دي. الاي اشيفابل، ان انا اقدر احققها او اقدر اوصل لها. الار رياليستيك، ان هي تكون مناسبه للفاليوز والتالنتس والاهتمامات بتاعتي. والتي تايم بيز، ان هي تكون ليها نقطه بدايه وليها نقطه نهايه. ثاني حاجه سيت ريزونبل ايه اكسبكتيشن، يعني اعمل توقعات، التوقعات دي تكون معقوله، ما توقعش مثلا ان انا لازم اكون بيرفكشن ولازم اوصل 100% لا اما مش هشتغل، لا طبعا. بريورتايز يور تاسك، يعني حاول تنظم اولوياتك، واحنا قلنا ان في A بريورتي وفي B بريورتي وفي C بريورتي، وحطيناهم في جدول كده وهنقولهم دلوقتي. طيب ايه تاني؟ قالك ميك سكيدول، اعمل جدول مثلا وحط وقت الكليه ووقت وقت السكاشن وقت اي حاجه بلوك، اعمل لها حطها في الجدول بتاعك، وقت السمستر والاكزام
تايمز وهكذا، وبعدين ابدا نظم وقتك بعد كده بقى. اوفر كام بروكراز، جيت اورجانيز. جيت اورجانيز الاول اللي هو انت خليك منظم واعمل ليست، ولو في وقت مواصلات مثلا او اي او وقت فراغ ابدا اشتغل فيه. وتاني اوفر كام بروكراستينيشن، يعني حاول تتغلب على التاجيل، او حاول تتغلب على المطلب على المماطله دي، وحاول تنفذ ايه، وحاول تنفذ اللي عليك وما تاجلش. تمام، ما تعملش دي ليه يعني. تمام. طيب ايه تاني؟ تاكل تايم ويستر، حاول تقتل معوقات الوقت، ومن اكترها هو مشاهده التلفزيون والخروج واللعب والمشتات وهكذا. افويد تيكينج تو ماتش، ما تاخدش كميات كبيره جدا 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 فوق ظهرك يعني وكده. وقسم، ما يبقاش حمل على كتفك، قسم المحاضرات على قد ما تقدر. وايه تاني؟ كونسيدر يور بيرسونال برايم تايم، يعني حاول يكون ليك وقت خاص بيك، وبيكون ليه ساعه بيولوجيه بيكون فيها نشيط جدا، تقدر تشتغل، تقدر تعمل اللي انت عايزه. وفي اخر حاجه سيلبريت سكسس، مهما كان النجاح اللي انت هتقوم بيه، مهما كان صغير، فانت لازم ايه، فانت لازم تحتفل بيه. تمام. نروح بقى عايزين نجيب الجدول عشان نقوله يعني. تمام، اول حاجه نقوله تاني عشان هو مهم، عندنا ايه بريورتس وبي بريورتس وسي بريورتس. قلنا ايه بريورتس دي زي امتحان، زي برزنتيشن، زي مثلا محاضره ديدلاين بتاعها هيخلص، فدي حاجه مهمه ارجنت وعاجله. كمان ارجنت يعني عاجله، وامبورتنت يعني مهمه. مثلا لو انا ذاكرت وامتحنت ونجحت، هحقق هدف طويل المدى، اللي هو ايه، اللي هو ان انا هوصل مثلا، هوصل هبقى دكتوره شاطره، بان انا انجح وعدي السنه دي وهكذا. سبورت اذرز يو ورك ويز، يعني بتدعم الناس اللي انت بتشتغل معاهم. لو انا شرحت لكم المحاضره دي فانتوا تفهموا وهكذا، بندعم بعضينا يعني. بيقول لك ايه، لو انت عايز تعرف هل الاكشن ده او الحدث ده او الايفنت ده هل هو في اي بريورتي ولا بي ولا سي، اسال نفسك سؤال، هيحصل حاجه لو ما عملتوش؟ طبعا هيحصل تريبل سيرجس، هيحصل حاجه كده مرعبه، او حاجه هيبقى كارثه من الاخر يعني. فده يعتبر اي بريورتي، يعتبر مهم بالنسبه لنا. طب البي بريورتي، البي بريورتي قالك البي بريورتي دي، البي بريورتي دي اللي هي بتبقى حاجه امبورتنت ولكن مش ايرجنت، يعني مش عاجله، هي حاجه مهمه بس مش عاجله، زي مثلا ان انا اكلم زمايلي، اكلم حد وحشني، اخطط لحاجه، او زي امتحان الاسبوع الشهر الجاي، فهو مش عاجل ولكن مهم. فممكن يوصل لاي بريورتي، ان هو مثلا الامتحان ده يبقى يتقدم، فده كده بقى مهم اي بريورتي. او ممكن يوصل لسي بريورتي اللي هو يتحذف خالص. تمام. طيب بيقول لك ايه، نيفر دو بي task when there is an a task to be finished. يعني مثلا لو في اي تاسك مثلا، او حاجه مهمه جدا 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 لازم نعمل لها فينش، لازم نخلصها الاول وبعدين نعمل البي تاسك. تمام، يعني ما ينفعش يكون عليها امتحان بكره وراح اكلم واحد زميلي وحشني، لا، لازم اعمل التاسك الاولاني. تمام. طيب سي بريورتيز، قالك سي بريورتيز دي حاجات اصلا ممكن تكون مش مهمه وعاجله، او مش مهمه ومش عاجله كمان، هي نايس تو دو، يعني من اللطافه مني ان انا اعملها. تمام. طيب زي مثلا واحد بيسالنا عني معروف، او واحد بيلعب معايا على عايز نلعب على الفيس او هكذا. تمام، يلا بقى نحل الام سي كيو ونحاول نراجع مع بعضين اكتر. بيقول لك ايه، اوبستكلز تو افكتيف تايم مانجمنت، العوائق ان انا احقق تايم مانجمنت كويس. انكلير اوبجكت، ان انا مش عارف اهدافي. ديس اورجانيزيشن، ان انا شخص مش منظم. انابيلتي تو سي نو، مش قادر اقول لا. اول فباف، يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى ايه، اول فباف. كل دون بيبقى فيه بيعمل لي عوائق ان انا مش قادر انظم ايه وقتي، فتبقى الاجابه اول فباف. تمام. طيب اللي بعده بيقول لك ايه، ستيبس تو مانجينج يور تايم ار، كل الخطوات دي عشان اوصل للتايم مانجمنت كويس، ما عدا ان انا اعمل سمارت جولز صح. تمام، ان انا اعمل سمارت جولز صح، ان انا اعمل ريزونبل اكسبكتيشن، احط توقعات معقوله، مش لازم اوصل ل 100% يعني. ان انا اعمل بريورتايز يور تاسك صح، ان انا اعمل اولويات للمهام بتاعتي، ويبقى فيه افضل فالاقل فالاقل صح. يبقى ان انا تيكينج تو ماتش دي غلط، انا مش لازم اخد حمل كتير، مش لازم اذاكر 50 محاضره بتاع المديول في يوم واحد، دي مش هتساعدني في ان انا اعمل مانجمنت للتايم بتاعي، فتيكينج تو ماتش هي اللي هتبقى ايه، هي اللي هتبقى غلط. تمام. طيب تعالوا ما نحل طرق او فورس كده. بيقول ايه، تايم مانجمنت هيلب اشيف بالانس ان لايف، صح طبعا، هنوصل لتوازن في الحياه لو احنا قسمنا وقتنا ومذاكرتنا ولعبنا وقعدتنا مع اهلنا وهكذا، هنوصل لتوازن. طبعا هنوصل لتوازن. بلينينج مي سيم، يبقى اول واحده صح، بلينينج مي سيم هارد ات فيرست بات مور يو دو ات، هيبقى كل ما تيجي تعمله هيبقى اسهل. هيبقى دي الاجابه صح. يعني ايه، يعني ان التخطيط بيكون صعب في الاول، في الاول كده، يا ترى انا هقعد اعمل جدول، يا ترى انا مش عارف ايه، والمحاضر كتير قوي وانا اكتئبت وكده، ده بيبان صعب في الاول، لكن كل ما تعمله كل ما يبقى اسهل، فالاجابه هتبقى صح. طيب رياليستيك او ريليفنت،
يعني بيرسوناليزيشن ليور جول، صح ان انا اكون الهدف ده واقعي، الهدف ده مناسب لاحتياجاتي، مناسب لاهدافي، مناسب لطموحاتي، الاجابه هتبقى صح. تمام، استغفر الله العظيم. ميك يور جولز سمارت دونت بي فيك، خلي اهدافك واضحه، ما تبقاش قامت، ما تبقاش شخص مش عارف هو عايز ايه. صح، بس كده. ثانك يو.